Salam, Etihadi Kalwalidi, je suis étudiante en business, Rabat Business School, le Jamia Adoulé Berribat. بحكم انني كنقرا في واحد الجامعه اللي هي دوليه ما كاينه بزاف ديال الاساتذه اللي جايين من ديفيرون بيي كيقراو معايا نيت طلبه اللي هما جايين من مختلف الدول اللي من مختلف الثقافات مختلف اللغات ايتترا دونك في الجامعه ديالي هي واحد المجتمع مصغر اللي كلنا عايشين انصام مختلف الباك جراوند دونك يس كنعرفهم وكنعيش معاهم ايفري سينجل داي ce que je trouve vraiment très inspirant et anaro le حياه ديال اليوم لا مع دوك الناس اللي مختلفين كاين بزاف ديال الاختلافات يعني سواء مع الناس اللي جايين من دول اخرى او لا حتى من وسط المغرب جايين من مختلف المدن وعندهم عقليات مختلفه عندهم طريقه ديال التفكير مختلفه ولكن واخا هكاك ما كيكونش واحد يعني هاد الاختلافات ما كيكونش كحاجز بالعكس كنخدموا كاملين في واحد لافيرونمون ديال لا ديفيرسيتي في واحد لامبيونس هكا كونفيفيال انتر نو توس دونك ce que je trouve vraiment inspirant il y a de la tolérance, la tolérance les différences les kénines binettement دونك من بين الحوايج اللي نقدروا نديروهم اننا نقدروا نتعايشوا مع الناس الاخرين اللي مختلفين علينا وانه مثلا في الجامعات يكونوا بعض البرامج او بعض المسابقات او دي زاكتيفيتي بار يونيفرسيتير اللي كيكون لي انفولفز بزاف ديال بارتي بران يعني دي ستوديون ماروكان اي دي ستوديون اترانجي باش انهم يخدموا على نفس الهدف ونفس المشروع ويخدموا انصامبل اهم حاجه هو انه حنايا نخرجوا من هذه الكومفورت زون ديالنا ونمشيو نستكشفوا الثقافات ديال الناس الاخرين انهم ما نكونوش خايفين من شي حاجه اللي مبهمه شي حاجه اللي اكرانجير يعني ما نكونوش خايفين منها بالعكس انا نمشيو ونحاول اننا نستكشفوها دونك هاد لي بوين هاد ننسخوا هاد الطريقه ديال التفكير في ليتوديون ولا في الناس بصفه عامه ننسخوا الطريقه ديال التفكير اترافير لي ميديا اترافير لي بروغرام دي كومبيتيسيون دي بروغرام ايتترا دونك هاد الطرق هادو كاملين نقدروا اننا نستعملوهم باش اننا ننسخوا هاد القيم ديال التسامح مع الناس الاخرين التسامح مع الاختلافات اللي كاينه بيناتنا